والله حمدك اخويا هشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في حد ولاد عبدون بخريبكة، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرة والروال الجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى بالمملكة المغربية، وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد اهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 26 في شهر 3 2023، الخيرة والروال جميع المشاهدين قناة زيتون مرجان. بدينا عند هشام من الطربوش الاحمر كي تشوفوا معنا في حد ولاد عبدون بقريبكا، اللحمة حمراء وزينة كي تشوفوا معنا، تنوريو لجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان. تبارك الله، لا الشحمة لا والو، لا ناقر والخيرات تبارك الله. وراه عندو الحانوت في مدينة قريبكا، راجل درافات ودي من شي حاجة اللي زينة. اليوم حاجة وحدة اللي ما عندك شاسي. صيفط ديال الحانوت وليتو ما تقدروش تخدموا هنايا. وشحال من تبيع اليوم؟ سلام عليكم. 15 16 كما قال لنا السي هشام 15 16، باش كاين هاد الخيرات بحد ولاد عبدون واللحمة حمراء. السوق غالي. هاد عواشين. لابد من السوق غادي يتفش. الله لازم ما بقاوش باغي ياكلوا الحمراء غادي يتفش. تبارك الله تبارك الله على السي هشام، راه راجل ظرافات وراجل زين وديما شي حاجة مليحة كما تشوفوا معنا. كي داير بخير؟ 15 هيا السوق غالي يا خويا بزاف. الله يجزيهم البركة. كاين حتى 15 لحم جملة. كنا بعنا ب 15. الجزء تقريبا. برنا عجل 15. 15 40 اللحم وحده. هيا غادي يبيعوه ب 17. ولاد رحال هذوك السعيدي هذوك. ها؟ رحال السعيدي ياك؟ لا رحال خضار. راهم في جهه واحده تيتشابهوا سبحان الله. تنحيوا جميع المشاهدين قناه زيتون مرجان، ونقولوا للاخوان بارطاجيو لنا الفيديوهات ودعمونا باشتراك جميع المشاهدين الاحباب تاعنا اللي غاليين على قناه زيتون مرجان. قال لنا اللحم 15 16 باش تيبيع هشام هنايا، وباع جل صين ب 15 140. باعوا الجزارة مازال غادي يفصلوه تا هما في الحوانت. هذا الحاج محمد تا هو ود المعطي اكزار تبوه تبارك الله ما تيفصلش. اليوم راه فصل وني دابح شي حاجه اللي مليحه، شي حاجه سوبر، شي حاجه ما نهضروش عليها. الخيرات تبارك الله، اللحمه كي دايره تاعت المعقول. ديال المعقول. ما عندي ما نقول. كيجيو عندنا القريم السيد. بطبيعة الحال. كيجيو عندنا القريم، علاش كندبحوا لهم مليح؟ عرفت عرفت الحاج. الحاج محمد راجل درافات وديما ما تيكرتش اللحم اللي جا تيعطيه معروف هنايا في حد ولاد عبدون بخريبك. خليناك على خيرك الله عمرك. هذا الخيرات تبارك الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، قال هذا الرجل الحمد لله. وشحال السي الحاج اليوم؟ 80 درهم. 80 درهم. انت درتيها؟ درناها ما عرفت شي زياده. تبارك الله الشرقي. اي 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 دوغ دوغ بعناهم 15 وما كنديو حتى حاجه، ما كنديوش حتى قيمه الصابون. سبحان الله. الغلا جابوا الله. اللي كان كان ب 14 ب 14، كان ب 15 ب 15. واه. شي حاجه ما نقياش نبيعها. ولا تنوريو للناس اللي ما عرفاش والناس اللي خاصها تعرف معنا. ها احنا العبرو واقف هاك وسط الغلاف. تعبر ولا ما تعبر؟ تجي عندي انا غادي عندي تاكل وتشرب عندي. كما تشوفوا الحاج محمد كما كلهم تيتشكاو من هاد الاثمنه اللي كاين. خويا راه ستاج يعطيوك على العظام من الصلح ما تلوحي. اكرامك شحال خويا؟
ها؟ في البيتزات عمر خبزة مرقة وقول أنا دايرة بيتزا. وما دوينا ما قلنا حتى حاجة. واهلا أهلا أهلا نسيبو الشتاء. بخير. نهار زين هذا. ياك بخير عواشر مبروكة. الله يعطيك الصحة. الله يحفظك. هلا ليا فود أو نحكي لنا الحاج واحد بدو. يقول لي نقص بين شوية منك. عرفتي بوش اش قال؟ واش تقول له انت كتشري عجل بجوج ملايين وانت تربحي وتشري ربعة الملايين يقول له باغي تنقص الحل. والناس الكليان ديالنا قول لي الكليان الكليان ديالنا وخوتنا والكساب مرحبا سير حنا كنقولوا لهم مبارك واش الله يبارك فيك الله يفعل غادا والله يجعل سيدي امين يطب بينا وصافي تبارك الله الحاج محمد والشرقي كان معنا اليوم والحباب تاعنا وكنحييو جميع المشاهدين لقناة زيتون المرجان وذكر تبارك الله انا محيريج وشحال الخير انت محيريج 80 درهم 80 درهم عجال 80 درهم وهاد الشدي ولا عتروس ولا المعيز شحال هذا السن معيز؟ ترغبة جا لحمو غادي يكون فيه الدواء تبارك الله الهاشمي نهار زين دابا عجل اليوم ولا دروبة؟ لا عجل المليح العجل المليح شحال اخويا الهاشمي؟ 15 وراك انت عاشر ها؟ عبد الرحمن ما غاديش يمشي عبد الرحمن لا سيدي رانا ما خادمش الغلاوات اللي صابها هذا هو اللي كاين وحسبنا تاعينا مع الحسين ودعمي هنايا ولقينا اللحم طيع ليه ب 1500 ويبيع فيه ب 1500 ياك اسي هذا راه عبد الرحمن وليت يخدم المليح لما كانش المليح ما تيخدمش واليوم كان الغلا هاد السيمانه ديزا كامله غاليه لا في الخضره ولا في اللحم ديزا غاليه اليوم غادي تبيع ب 15 سي الحسين ليس الله تيكون الحسين غنبيعو ب 15 ونبيعو الشرا بحال ثقيل شويه. الله ينزل البركه. الله ينزل البركه كما قال الحسين ود عمي وعبد الرحمن مقلق. مقلق والو اسيدي. مرحبا سي عبد الرحمن. نسلم على شي دراري. مرحبا. طاريان فارج نور فارج عبد الرحمن فارج ريان فارج مراد. نسلم عليهم من هذا المنظر هذا. تحياتي لهم كبيرة مالياش الحز كل الأحباب تونا من طنجة الكويرة في القرى في البادية في المدن الصغرى ولا الكبرى في المملكة المغربية. واحد النهار دازو دارو قال لي با بنتي لنا في هذاك الدكتور راه تيقلبوا فيها اليوم قال لي جبدنا علاش انا جبدت. ايه مرحبا مرحبا اهلا. وكاين شي غلا ولا ما؟ ولا بدا. واقيلا ما عندكش غلاش حتى هذا. شفت بحال ما عندك غلاش لا ما عبرتش ما عبرتيش ما عرفتي فين غادي بشحال غتبيع اليوم 15 100 لا سي راه ودي قول لنا اللي كاينه اخويا زيد انا خدام معك سلامات سلام ورحمه الله لا حب لا درواش تقاولوا معاك يا غلي دراسه لا درواش راه الدين ابوه درواش والناس معقولي تبقى راجل معقول ما عندي مركوز راسو كثر من غير شوف قول لي شحال تتبيع؟ هنايا 15 100 في الحانوت ب 14 100 علاش؟ ايوا على حساب فر وهي حساب فر اش كديروا اللي كديروا اللي واش تبيعوا تبيعوا الحيات اللي هنا تبيعوا 15 100 الحال ديال العجل ما يتقراش لك هذا ولا تقرا سمعتي اش قال هذا؟ قالك قالك ما يتقراش لا ما تقراني دابا ندير انت 15 هنا وفي الحانوت 14 سيدي نركبو نمشيو عندو الحانوت شوف الحانوت هادشي اللي بان لينا غنمشيو عندو الحانوت ورا راجل الضرافات قال لنا 14 100 في الحانوت وما
عندك شي وعندك الحل وتقول لهم 15 يقولها يقولها يقولوا انا لا احلف بالله احلف بالله احلف بالله احلف بالله وسلم لي جان الحسن صالح والله خلاص ان شاء الله هذا سعيد الخزاري وهذا عزيز المراحي ونحببته انا من زمان ماشي يلا عرفناهم هاد خيرات شحال بعتوا هاد خيرات اليوم؟ 5 وسقي شتك تمد 75 وعرفتي شحال قال لي؟ قال لي 85 تبارك الله عليك السعيد الله يسهل